السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الحصة رقم 6 من تمارين نهاية الدالة اللوغاريتمية. إذا بشكل عام، منين تنبغيو نحسبوا النهاية ديال ألين يو إكس، بحيث إكس تنتمي إلى إكس زيرو. إكس زيرو ممكن تكون عدد، ممكن تكون بلوس انفيني أو مولا انفيني. إذا في هاد الحالة شنو كنديرو؟ كنحسبو النهاية ديال يو إكس. إذا النهاية ديال x في x زيرو عندنا ثلاثة ديال الاحتمالات، ممكن تعطينا بلوس انفيني أو تعطينا عدد موجب قطعا أو تعطينا صفر بلوس. إذا ميمكنش تعطينا صفر موا أو موا لانفيني، لأن دائما ما بداخل الآلة خصو يكون موجب. إذا في هاد الحالة ليميت ديال ألين يو إكس إلا عطاتنا بلوس انفيني، لألين ديال بلوس انفيني راه هو بلوس انفيني. عطاتني ألين، عطاتني ال، إذا كيكون النهاية هي الألين ديال ال، عطاتنا زيرو بلس كتكون النهاية هي موان لانفيني، لأن الألين ديال زيرو بلس كتساوي لنا موان لانفيني. إذا ملي كنبغيو نحسبو النهاية ديال ألين يو إكس كنحسبو النهاية ديال يو إكس، ومن بعد تمكننا نسنتجو النهاية ديال ألين يو إكس. ليميت ديال ألين جوج ناقص إكس عندما يؤول إكس إلى جوج موا. إذا إلا عوضنا فغيجينا ألين ديال جوج ناقص جوج موا، غادي تجينا ألين ديال صفر. إذا هنا كيفاش يمكن لي نعرف واش ألين ديال صفر بلوس أولا ديال صفر موا؟ بطبيعة الحال هنا غتكون ألين ديال صفر بلوس لأن ألين، ولكن كيفاش يمكننا نحددو واش زيرو بلوس ولا زيرو موان؟ إذا هنا عادة كاين عدة طرق، فحنا ملي كنديرو جوج ناقص جوج موان، اش كتعني جوج موان؟ كتعني بأن راه العدد قريب من جوج ولكن على اليسار. إذا حنا ملي كنديرو جوج، دونك هادي هي جوج، إذا جوج موان راه كاينة هنا، يعني راها قريبة لجوج ولكن أصغر من جوج. ملي كتقول جوج بلوس العدد راه قريب لجوج ولكن أكبر من جوج. إذا يمكن لي نفهمها بهاد الطريقة هادي، كنقول جوج ناقص جوج راه عطينا عدد قريب للصفر ولكن أكبر من الصفر. كذلك يمكن لي ندير جدول الإشارة، وليت هذه القاعدة العامة. إذا كنديرو الإشارة ديال من؟ ديال هاد التعبير هذا، هي جوج ناقص إكس. إذا هاد التعبير كاين عاد في جوج، على اليمين كتكون الإشارة ديال أ، أ هي ناقص واحد، إذا ناقص زائد. إذا ملي كتكون إكس تؤول إلى جوج على اليمين، يعني إكس تؤول إلى جوج بلوس، يعني بلوس كتعني إكس أكبر من جوج. إذا هنا عندنا موان، يعني الليميت ديال جوج ناقص إكس كيعطيني زيرو موان. وملي كتكون إكس تؤول إلى جوج ولكن على اليسار، يعني إكس راه صغر من جوج، عندنا هنا موجبة. إذا ليميت ديال جوج ناقص إكس في جوج موان كتعطينا زيرو بلوس. إذا بالنسبة لينا حنا هنا عندنا إكس صغر من جوج، إذا كتعطينا زيرو بلوس، والألين ديال زيرو بلوس هي بلوس هي موان لانفيني. إذا هنا مباشرة غادي ندير النهاية كتعطينا ناقص لنهاية. الحالة الموالية، ليميت ديال إكس مربع ناقص واحد الألين ديال إكس ناقص واحد عندما يؤول إكس إلى واحد بلوس. التعويض المباشر كيعطينا، إذا كنعوضو إكس بصفر كيجينا صفر، أو كنعوضها بالواحد، واحد ناقص واحد اللي هي صفر مضروبة في الألين ديال صفر غادي تكون هي لانفيني. إذا هذا الشكل غير محدد، إذا خصنا نحيدو الشكل الغير محدد. إذا ممكن عندنا مسطبقة هامة، إكس مربع ناقص واحد هي إكس زائد واحد، عامل إكس ناقص واحد الألين ديال إكس ناقص واحد. إذا هنا ليميت إكس يؤول إلى واحد بلوس. هنا يمكن لي ندير تغيير المتغير. تغيير المتغير نضع
إكس ناقص واحد كتساوي لنا تي. إذن عندما يؤول إكس إلى واحد بلس فتي يؤول إلى ماذا؟ تي يؤول إلى، إذن تي يؤول إلى واحد بلس، فتي يؤول إلى، إذن إلا كانت عندنا واحد بلس ناقص واحد فراه تعطينا زيرو بلس، أو اللي يمكن لي ندير الإشارة باش نعرف هو زيرو بلس ولا زيرو موان. إذن هنا عندنا إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد اليمين بلس اليسار موان، إذن إكس يؤول إلى واحد بلس. إذن عندنا هنا بلس هنا تعطينا زيرو بلس، يعني الليميت ديال إكس ناقص واحد إكس يؤول إلى واحد بلس كتعطينا زيرو بلس، إذن تي يؤول إلى زيرو بلس. إذن هنا النهاية كترجع على هذا الشكل هذا. إذن عندنا إكس ناقص واحد تساوي تي، يعني أن إكس تساوي تي زائد واحد. إذن النهاية تصبح على الشكل ليميت ديال إكس زائد واحد، إذن كتولي هي كنعوضو إكس بالتي كتولي تي زائد واحد زائد واحد اللي هي زائد جوج. هنا تي يؤول إلى زيرو بلس، إكس ناقص واحد هي تي والألن ديال تي هنا تساوي. إذا عندنا نهاية أساسية كتساوي لنا صفر، إذا جينا صفر زائد جوج هي جوج مضروبة في صفر تساوي صفر، لأن ليميت ديال تي ألن ديال تي إكس يؤول إلى صفر بلس تساوي صفر.